منتخب الاولمبي مباراته الوديه الاولى مع جنوب افريقيا خلصت دلوقتي، فاز 2-0. دي التجربه الاولى عنده، مباراه تانية ان شاء الله يوم الاحد، والكابتن شوقي غريب بيجهز كل العناصر اللي قبل ما يختار منهم القائمه اللي هيسافر بيها طوكيو ان شاء الله. بس في حاجه مهمه، احرز هدفي المباراه مصطفى محمد، كابتن مصطفى محمد الذي يعني تثار حوله علامات تشكيك جامده في موافقه ناديه اللي هي ملزمه في الاولمبياد بالذات، لانها مش اجنده دوليه بحيث ان هو يعني يلتزم انه يلحق بالمنتخب، لازم ناديه يوافق. وهنا يعني الرساله ربما التي اراد ان يعني وصلها كابتن شوقي غريب، لانه اعتمد عليه في 90 دقيقه. ان يا جماعه من فضلكم عايزين تعاون، اللعيب مهم جدا لمنتخب مصر. هل هذا وجلطة سراي عنده مباريات في التمهيد الدوري الاوروبي في الملحق، فبالتالي اما نشوف هيتمسك بيها. يعني اذا لم يستطع ان يصل الى اتفاق يبقى احنا ضيعنا مباراه وديه بلا طائل. لكن لو هو اراد ان يوصل رساله ورساله تكون وصلت ويكون لها اعتبار، هتبقى ذات جدوى. طيب،